المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. نتابع مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP27. من المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات COP27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. من المقرر أيضا أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بن في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا في كمبوديا، كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. نتابع مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP27. من المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات COP27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. ومن المقرر أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بن في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا في كمبوديا، كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي أيضا المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. مشاهدينا الكرام نتابع على الهواء مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP27. ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات COP27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. ومن المقرر أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنوم بن في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول شرق آسيا وقمة شرق آسيا، كما تتضمن أيضا جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. We'll be right back.
مباشرة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مطار شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ COP27. من المقرر أن يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع نظيره الأمريكي جو بايدن. بعدها يلقي بايدن كلمة في جلسات COP27 يعلن فيها عن مبادرات جديدة لمواجهة التغير المناخي. من المقرر أيضا أن يغادر بايدن شرم الشيخ متجها إلى مدينة بنومبين في كمبوديا للمشاركة في اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا وقمة شرق آسيا أيضا، كما تتضمن جولة الرئيس الأمريكي المشاركة في اجتماع مجموعة دول العشرين في إندونيسيا. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا موفد قناة القاهرة الإخبارية همام جاهد. بعد التحية همام.